واخا بنتي بلا ما تخلعي، انا نقضي شي اغراض ديالي ونجي نبقى معاك واحد السيمانه. الحاجه ياك لاباس، مالها نوال؟ غادا تولد السيمانه الجايه وبغاتني نكون معها قبل، وانا بغيت نشوف واش الدوسي ديالي ديال تقاعد هو هذاك باش نمشي هانيه وعارفه المعاش غادي توصل ليا في الوقت. علاه هذيك البريه اللي وصلتك من الصندوق المغربي للتقاعد ما عرفتيهاش للصالحه؟ راه شرحوا لك فيها بانه غير من البوابه الالكترونيه يمكن لك تتبعي الوضعيه ديالك مع الصندوق بلا ما تحتاجي تمشي لعندهم. ايوا شنو دابا؟ غير من البوابة الإلكترونية نقدر نعرف واش غادي يدوز لي المعاش في الوقت. أيه. وفي هذا القبال من غدا نمشي لعند بنتي. إن النسخة الجديدة للبوابة الإلكترونية للصندوق المغربي للتقاعد توفر خدمات إلكترونية جديدة للمنخرطين والمتقاعدين دون الحاجة إلى التنقل، تتبع الوضعية الإدارية، احتساب تقديري للمعاش، طلب شهادة المعاش، تتبع وضعية الاقتطاعات، والطلب تحويل للمعاش لذوي الحقوق. للمزيد من المعلومات المرجو الاتصال بالرقم 0537-567-567. الصندوق المغربي للتقاعد، خدمتكم غايتنا.